خير، ان شاء الله كويسين وسالمين وطيبين في كل مكان. اتمنى تستمتعوا معنا بحلقه اليوم بكل الفقرات اللي عدينا لكم من صباح الشروق. كل التيم العامل يحييكم، نبدا مشوارنا مع بعض. خد الريموت وصورتك الخايف عليها.
يا أمانة والناس الأيام فيها لكم التحية في كل مكان لكل من ضم إلينا الآن لمتابعة صباح الشروق وأول فقراتنا وأول ضيف معي العنف وما أدراك ما العنف، العنف والتنمر وأسباب العنف زيادته في الفترة الأخيرة. هل العنف هو قديم متجدد في المجتمع السوداني ولا هو جديد على المجتمع السوداني؟ حنتكلم عن ده بكل وضوح، وأنا سعيد جدا بأن يكون معي اختصاصي علم النفس دكتور عبد المنعم عثمان. صباح الخير. صباح النور وصباح الخير لكل المشاهدين لقناة الشروق، وشكرا لكم على الاستضافة دي. تسلم يا رب. وأنا في فتحت الحلقة قلت هل العنف قديم في السودان ولا هو طفح في الفترة الأخيرة؟ حقيقة إن العنف هو قديم، يعني منذ وجود الإنسان في عنف. ولما نتحدث عن العنف لازم نذكر إنه العنف هو سلوك للدوافع النفسية بتاعت الإنسان، يعني بيتطور مع حياة الإنسان من الحياة التقليدية بتاعت الإنسان القديم. نعم. كان بيتمثل في إنه يعني من أجل البقاء، من أجل الحياة لازم يمارس سلوك العنف. نعم. فتطورت المسألة، بدأت لأنه هو بعدها دخل في الحياة المعقدة والحياة الحديثة. فالعنف زي ما ذكرت هو قديم وجدد في. نعم. السودان. كجيل للسودان ده بالتحديد، يعني إذا افترضنا إنه العنف هو مكتسب. مكتسب بالنشأة من البيت، مكتسب من المدرسة، من الشارع، من كده، برضو تخيلي ده قديم جدا يعني. حقيقة العنف هو سلوك ممكن يكون مكتسب متعلم، ممكن يكون سلوكه مكتسب عن طريق الملاحظة. يعني الشخص اللي مارس العنف ممكن العنف يتمارس عليه أو شاهد مشاهد في البيت بتاع العنف أو في الأماكن العامة أو في المدرسة أو في أي حتة. بعدها هي بتبقى له بيتبناها كوسيله بتاعت شنو؟ بتاعت انه يدافع بها عن حقوقه ويعبر بها عن حاجاته وكذا. نعم. فالعنف هو يعني زي ما انت قلت هو متجذر وموجود. قبل ما نخش في التفاصيل دي انا بحب اذكر انه العنف هو انواع، يعني في العنف الجسدي وفي العنف اللفظي. صحيح. وفي العنف الجنسي. والعنف ذاته كل اشكال العنف دي ممكن تكون عنف مبني على النوع. زي ما اسم المنظمات العالميه كلها بتتكلم عن هذا الجندر. الموضوع. الجندر. نعم. فممكن برضو العنف يكون يعني موجه تجاه فئات معينه، فئه ضعيفه، قبيله معينه فئه ضعيفه كذا. نعم. فدائما الناس اللي بيعانوا من العنف هم الناس الصغار. هم الناس اللي عندهم اعاقات، اللي ما بيقدروا يطالبوا بحقوقهم بصوره كويسه. نعم. فدول هم اكثر الناس بيتعرضوا للعنف. في اذا مسكنا البيت، يعني شنو ممكن يكون واحد من اسباب اكتساب العنف؟ يعني هل عنف الاب مع الام ولا عنف الاب مع ابنه ولا؟ والله التنشئه الاجتماعيه بتاعت الانسان، يعني من يمكن الانسان هو من الثلاث سنة الاولى بيبدا بعد خلاص عقله بيسجل الاحداث اللي بتحدث حوالينا. نعم. فاذا كان السلوك بتاع الابوين في البيت فيه عنف لفظي او عنف جسدي او ضربي او كده، فده بيترسب في النفس بتاعت الاطفال وبعد ذلك بيخلق منهم انه هم يكونوا عنيفين. فممكن يكونوا هم عنيفين مارس سلوك، او ممكن يكونوا ناس منزوين يكون عرضة لأنه الناس التانيين بعدين يمارسوا عليهم السلوك بتاع العنف. نعم. يعني التأثير ممكن يجي عليهم بصورة الأب والأم والأخ والأخت، يعني طول ما أنت في سن الثلاث سنين أو خمس سنين بتكتسبه. أيوه. بنطلع طوال من البيت للشارع أو من البيت للمدرسة، والشارع اللي هو بيكون في النص، يعني في مشوارك ده من البيت لحد ما تصل المدرسة، برضه في عنف في الشارع. تمام. عنف الشارع انا والله يعني بحب اقسمه لنوعين. في العنف الممارس تجاه الاطفال بجميع اشكاله، اذا كان عنف جسدي اذا كان عنف لفظي ممارس تجاه الاطفال. نعم. وفي العنف اللي بيمارسوه الناس الكبار في بعضهم. يعني مثلا احنا هنا في الاونه الاخيره في السودان، فاي خطا في الدخول، غلط في الشارع، في مرور، فكده بتطالب. صحيح.
بتمارس عليك عنف لفظي، فبتكون في نبيذة، بتكون في كلام. صحيح. فالظاهرة دي بقت هي يعني منتشرة عندنا في السودان بصورة كبيرة، في الشارع بقى ملام بمظاهر العنف يعني. صحيح. والحاجة الملفتة للنظر في الفترة الأخيرة إنه العنف بقى يبدو من الناس يمكن ما متوقع منه إنه يكون عندهم سلوك عنف. زولكم طيب جدا. زولكم طيب جدا. نعم. وفي يعني في عمره ما صغير زي ما يقولوا عاقل. نعم. زول يكون في درجة علمية عالية، زول يكون يعني في وظيفة مرموقة، زول يكون شخصية مشهورة. فبرضه في التالي تلقاه هو ممكن يمارس عليك عنف في حتة عامة، في شارع، في كده. نعم. اللي هو بأكثر حاجة العنف اللفظي. الأطفال مع بعضهم في الشارع. أيوة الأطفال مع بعضهم في الشارع طبعا دي ظاهرة يعني بتاعت العنف أثناء خروجهم من المدرسة. أو دخولهم للمدرسة. صحيح. فدائما الأطفال بيمارسوا العنف، ويمكن زي برضو زي ما ذكرنا إنه هو عنف يعني قديم هو مظاهر. نحن طبعا العنف لما يكون من شخص عنده القدرة أو أكبر بنسميه عنف. نعم. لكن لما يكون من القريب للقريب بالنسبة للطلاب والتلاميذ بنسميه تنمر. تنمر لأن هم متساويين في كل. صحيح. الحياة، لكن واحد فيهم يتنمر. صحيح. يتنمر يعني بس طبعا ده محور الجاي بتاعت النمر. ده محور الجاي لأنه ده محور بخص يعني بخص الشارع وبخص المدرسة. العنف في الشارع موجود، ممكن يكون من الزملاء، ممكن يكون من الناس الموجودين في الشارع، من الأكبر سنا زي ما قلت يعني من الأكبر سنا على الأطفال يعني. في المدرسة طوالي بيجي موضوع التنمر. موضوع التنمر ده تحس بأنه تم الاهتمام به بالشكل الكبير ده في العالم كله في الفترة الأخيرة. يعني زمان ما كلمة التنمر دي حتى دخلت في قاموسنا وفي لغتنا قريب ده يعني سنتين أو ثلاثة، فلان متنمر فلان يتنمر عليه وما إلى ذلك، وفي المتنمر عليه. أيوة. أيضا يعني نحن معروف إنه البيج الأول بيتنمروا عليه طوال، لو أبوك مغترب بيتنمروا عليك طوال، لو وسيم بيتنمروا عليك طوال، فده بيحصل. ممكن ده يكون تأثيراته لقدام كيف؟ والله التأثيرات بتاعت العنف عموما يعني هي عندها آثار نفسية خطيرة جدا. على المتنمر والمتنمر عليه الاثنين. نعم. فالعالم حوالينا بالذات في دول الخليج وفي الدول العربية حوالينا اهتم الشديد بالموضوع بتاع التنمر. نعم. منظمات المجتمع المدني بقت تشتغل في التوعية بتاعت الأطفال إنه ما يتنمر. أيوة. نعم. بخطط وببرامج، حتى الأخوان المعلمين بيكون في توجيه لهم إنه لو لقوا أي حالة بتاع التنمر في المدرسة يعني يمارسوها، يعني يمارسوا يعني نوع من التوجيه والإرشاد للمسألة دي والمراقبة. بما إنه طبعا عندنا عدد كبير من الأخوان البحثيين النفسيين والاجتماعيين شباب موجودين في المدارس يعني إذا كان خاصة أو حكومية. لكن في السودان إحنا برضو بنقول لسه ما وصلنا مرحلة بتاعت الاهتمام الواضح بالمسألة بتاعت التنمر. ما عندنا برامج بتاعت تغيير سلوك في المسألة دي. ما عندنا برامج بتاعت تأهيل المعلم في إنه هو كيف يتعامل مع المسألة بتاعت التنمر. وذاته نادر ما تلقى مدرسة فيها اختصاص نفسي يعني، نادرين جدا. والله موجودة، هم موجودين في المدارس لكن يمكن ما تغطية كاملة، لكن موجودين في عديد من المدارس الخاصة يمكن مهتمة شوية. والمدارس الحكومية برضو فيها عدد من الباحثين النفسيين. نعم. والاجتماعيين، لكنهم ذاتهم محتاجين لأنه الناس يدربوهم ويكونوا ملمين بالقضايا الحاصلة في المجتمع، يكونوا كونتاك مع الجهات الثانية اللي بتهتم بالمواضيع دي. نعم. عنف المعلم على التلميذ وعلى الطالب ذاته تخيل لي عنده تأثيره يعني. فعلا ممكن يحول الطالب لعنيف. أيوة. واحدة من أشكال العنف اللي يمكن المزعجة جدا للأسرة هو العنف بتاع الطالب التلميذ المعلم تجاه الطالب. نعم. والحته دي حقيقه يعني يمكن من خلال تجاربنا في مجال علم النفس كده فهي محتاجه لموازنه. يعني احنا طبعا المجتمع السوداني عندنا قيمنا وعندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا. نعم. والتعامل مع الاستاذ وما بين الاستاذ والطالب هي علاقه قديمه جدا في السودان. نعم. وعندها اشكال وعندها الحياه المفرحه وعندها الحياه المزعجه فيها. صحيح. فنحن دائما لما نتكلم عن المساله دي بنتحدث عن انه لازم المعلم يكون عنده يعني شخصيته ويكون عنده مكانته. نعم. كده، لكن لا يتعدى انه شنو يكون مارس عنيف. مارس عنف. برضه نحن لما نقول ما يمارس عنف ما بنمنع من حق العقاب، فالعقاب هو ممكن يكون واحده من ادوات رغم انه برضه وقف في العالم بالمناسبه. ايوه. فالعقاب ما شرط يكون جسدي يعني، ممكن يكون عقاب بتوجيه، ممكن يكون عقاب بحرمان او كده. نعم. لكن العنف الزايد من المعلم اتجاه الطالب فممكن خطره. نعم. ممكن تخلي الطالب يترك الدراسة أو يكون منزعج من المدرسة أو ما يمشي المدرسة. نحن بنعرف ناس كتار جدا بالمناسبة يعني خلوا المدرسة، يا إما تم التنمر عليهم من خلال أقرانهم وزملائهم. أيوة. يا إما تم ممارسة عنف عليهم من خلال المعلم، فخلوا المدرسة وخلوا التعليم. كتار جدا نماذج دي كثيرة بالمناسبة لكن مسكوت عنه الكلام ده. فعلا دي من المشاكل المزعجة جدا زي ما ذكرتها بالنسبة للأسر وللطلاب. الطالب مجرد ما حس إنه الأستاذ مارس عليه عنف بعدها بيظهر عليه على أعراض حدث الخوف. نعم. بيظهر عليه الأعراض بتاعت التردد. نعم. وشخصيته بتبقى ضعيفة. نعم. يعني ما بيكون عنده مواجهة تانية إنه مثلا يطالب بحقوقه أو يقدم مثلا نشاط في المدرسة أو كذا، فبتأثر عليه يعني نفسيا. حتى نتائج بتتدنى يعني نتائج. أيوه. حتى تحصل لك عليه. بحرزة بتتدنى يعني. ممكن. نحن عندنا ممكن فيديو يخص هذا الموضوع، نشاهده مع بعض ونعود.
يعني لا تعليق، يعني لا تعليق على الـ على الـ على الفيديو ده حقيقة، يعني لأنه أنا أتخيل لي المعلم ده مفترض يكون مكانه ما المدرسة، صح يا دكتور؟ المعلم ده مكانه محل تاني، يا إما السجن يا إما مستشفى أو مكان ما. يعني أنت شفت الفيديو الصادم ده، يعني شكله كيف ورد فعل الطالب على المعلم؟ نعم فعلا دي واحدة من المشاكل اللي احنا تكلمنا عنها، إنه المسألة بتاعت العنف من المعلم اتجاه التلميذ. فالحتة دي لازم المعلم ذاته إذا هو عايز يعاقب طالب أو زوج الطالب، الحالة النفسية بتاعته لازم يكون مستقر ويتعامل معاها كموقف، ما يتعامل معاها كحالة بتاعت شنو؟ بتاعت شجار أو مشاكل أو كذا، زي ما شفنا هنا في الفيديو. يعني المعلم شوف يعني بيرفع يده بيضرب الطالب بالضبط، بعدين ضرب في حتات خطرة، الضرب في حتات خطرة في الأذن وفي الراس وفي كذا، يعني فممكن يعني الكرسي يعني حاجة، فدي حاجة يعني يمكن سيئة جدا. وهنا بس بنقول انه المعلم يعني يمكن يكون فقد السيطره على نفسه. فعشان كده ضبط النفس مهم جدا في الحالات دي، فممكن كان فيها اساليب تربويه بتتبع، ممكن تطلع الطالب من المكان اللي قاعد فيه اول حاجه مثلا، فانت مجرد ما تطلع الطالب من المكان اللي قاعد فيه بتدي نفسك الهيبه، بتدي الاحترام، لكن مجرد ما الطالب قاعد في مكان تتخاطب معه فدي برضه يعني لانه شفت رد فعل الطالب، أيوة هو رد فعل الطالب طوالي قام حاول انه يدافع عن نفسه وحاول انه يضرب الاستاذ، وبعد ذاك المساله بقت هي شجار، يعني ده واسع يعني بيشوف المنظر ده بشكل أسفل تحديداً، شكله في حفلة شكله يعني ما شغل بتاع إنه طالب ومعلم مثلاً في مشكلة تتحل داخل الفصل. فالأسلوب ده أسلوب يعني خاطئ جداً ومنبوذ جداً. لكن أنا بحب إنه أتكلم في الحتة بتاعت إنه لازم المعلم يكون عنده يعني يضبط انفعالاته داخل الفصل، وزي ما قلت برضو إنه يتعامل مع العقاب ده كممارسة هو بيعملها، ما كحاجة يعني إنه أنا زعلته وغضبته زي ما أنا بشكل يزور في المواصلات ولا بشكل يزور في الشارع، لا. فعارف إنه العقاب ذاته هو نوع من الأساليب التربوية أنا بستخدمها، صحيح. فعارف أنا استخدم يا تدرج من العقاب يا تدرج من الخطأ، نعم. والطريقة بتاعت التوجيه تكون يعني واضحة وتكون زمان كان في الصول، يعني أيوة. الأستاذ بيكتب 4 جلدات تمشي بالورقة للصول، لأن الصول هو عارف فيديو ده كيف ما يزيك يعاقبك بهذه الطريقة، يعني على الإطلاق ما مفترض الأستاذ يرفع يده. فعلا يعني المسألة بتاعت الصول هي اختفت من المدارس، اختفت خالص، اختفت، صحيح. ممكن نعم. جيلنا آخر جيل تقريبا هو شاف المسألة نعم بتاعت صحيح. الصول، صحيح. ففعلا نحن زمان في المدارس كنا بيحدثوا لك الجلدات تمشي عند الصول، بالذات في المراحل الثانوية وكذا بالضبط، أو المتوسطة. فدي هي قيمتها شنو؟ قيمتها أنه أنت بتحس أن الأستاذ ده هو حسب الخطأ، لكن يعني احتراما لك أنت، وأنك أنت خلاص بقيت رجل وزول خاش في المجتمع، بعد ما عايز يضربك ويزلك قدام زملائك، فبتمشي بره هناك في الحوش تاخذ جلدتك وتجرح. ممكن مع الصول اذا فهمت مع الصول بيجاي ممكن الامور تمشي بيناتكم، يعني ما بكون فيها مشكله. أيوة يعني فهنا كانت يعني قيمه، فممكن الناس يعني تحاول ترجع المساله دي ثاني، لانه شايفه بالذات على مستوى المدارس الثانويه يعني بتدي الاحترام للطالب، وبحس انه يعني هو مشى واخذ الاعاقب على الحاجه اللي هو عمله وجرايه، نعم. والعلاقه بينه وبين الاستاذ بتكون محفوظه يعني. صحيح. انت قبل تعرضت برضه للعنف، طبعا لما نقول عنف طوالي بتبادر للذهن انه هو عنف جسدي، هو ضرب مباشره. لكن انت قبل اشرت لحاجه مهمه جدا، انه في عنف لفظي. أيوة. اللي هو بيحصل من انك تخطيت زول في الشارع وانت سايق بتسمع الفاظ بالشباك. أيوة. فظيعه جدا يعني. بالاضافه لانه عفصتني وعفصتك وقفت قدامي في صف عيش ولا غيره، برضه بيكون في عنف لفظي وبرضه عنده تاثيرات نفسيه. فعلا العنف اللفظي بالمناسبه هو عنده تاثيرات نفسيه كبيره جدا جدا. يمكن احنا مرات يعني الانسان بيلقي بالكلمه ولا يلغي لها بالا، يعني زي ما نقول بالحديث يعني، فانت بتقول الكلمه ساكت وما اعرف عواقبها، فالكلمه دي ممكن تاثر على زول نفسينا، ممكن تزول زول او تقول له كلمه تهين او يعني تيهو زي ما بتقول تيهو في مقتل يعني، صحيح. في عقده في شخصيته في حاجه، صحيح. فالكلمه يعني ما بسيطه هي حقيقه، لانه الكلمه هي زي ما هي بتاع ممكن تخلق مشكله، هي بتعالج بالضبط. نحن في العلاج النفسي بنعتمد على الكلمه، صحيح. الكلمه هي ممكن هي جوازات تداوي، وممكن هي بالضبط يعني يعني مثلا زي ناس يا اعور يا أيوة يا اعور يا قصير يا شنو يا طلعه يعني كده يا اربعه ويا كلام يعني صحيح. ده كله يعتبر عنف، ده كله يعتبر عنف، نعم، لانه ممكن ياثر نفسيا على الزول ويفقد ثقته في نفسه يعني. فدائما الاثار النفسيه بتاعت العنف اللفظي، نعم. هي كبيره، نحن احتمال ما قاعد نهتم بها، لكن هي كبيره يعني ما اقل من العنف الجسدي. طيب احتمال العنف الجسدي تمشي تاخذ لك اسعاف اولي، صحيح، والمساله تمشي، لكن العنف اللفظي حتى في تربيتنا لاولادنا، نعم، الناس بتخيل انه في التربيه انا ولدي ما اضربه، لكن ممكن اقول له كلام جارح، لا يا بليد مثلا، أيوة يا ما بتفهم، أيوة يا طوالي جاي الطيش، يعني ده كله تخيل لي
يعني عندها تأثيرات النفسية الكبيرة جدا. أيوة، في الكلمات بتاعت العنف اللفظي والله عندها تأثير كبير جدا، صحيح، بالذات على الأطفال أو على الناس الحشين اللي عندهم مشاكل، نعم، اجتماعية واللي عندهم مشاكل صحية وكذا. فبالتالي ما مفترض إنه زول يعني يأذي زول بكلام لفظي، نعم، أو بعنف لفظي أو كذا. نعم. طيب أنا عندي آخر محور اللي هو العنف والمخدرات بشكل عام. تمام. برضو يا جماعة نحن لما نتكلم عن قبل ما ندخل في عنف المخدرات، في برضو العنف الجنسي يعني برضو. نعم. برضو من أهم المكان والله نتكلم كثير جدا، هي المسألة بتاعت الاعتداءات الجنسية على الأطفال. نعم. وممكن يكون الاغتصاب حتى لو ما على الأطفال، ممكن اغتصابات لناس كبار، صحيح، بأغراض كثيرة يعني. نعم. فالعنف الجنسي هو برضو من العنف المحتاج إنه الناس يشوفوا. دونك الحادث اللي قبل 4 أو 5، أيوة، حادث مؤسف. أيوة. يعني فحادث مؤسف. نعم. جدا، الناس يعني تتكلم عن إنه الناس تحرشوا بطفلة وعايزين اغتصابها بغض النظر عن 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 الحياة الثانية يعني. صحيح. في الأخير هو نحن يعني بي 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 يعني السلوك ده بنرفضه تماما. نعم. إنه الناس تحرشوا بأطفال أو تحرشوا كده في السلوك. صحيح. العنف الجنسي هو مشكلة كبيرة. المخدرات زادت شوية لكن. المخدرات طبعا هي آفة المجتمع زي ما بقول. المخدرات فمجرد ما ظهرت المخدرات تكتر الجريمة، يكتر العنف، نعم، تكتر حاجات كثيرة جدا في المجتمع، السرقات وكل الجرائم بتكتر في المجتمع. نعم. ففي الفترة الأخيرة انتشار المخدرات في كل العالم حوالينا وفي السودان خلى إن المسألة بتاعت العنف تزيد. فأنا قبل ما أتكلم عن العنف برضو في نوع من العنف بيمارس نحو الذات مرات. نعم. في الحوادث ولا في المشارح بيجيبوا ناس حاولوا ينتحروا أو انتحروا. نعم. في الآخر ده برضو عنف يعني الانتحار. صحيح. هو ضد نفسك. أيوة، عنف موجه. نعم. نحو الذات. نعم. زي ما أنا ذكرت في الأول إنه في الآخر العنف هو سلوك عدواني أنت بتمارسه يعني مثلاً اتجاه الآخرين أو اتجاه نفسك. نعم. فالزول يتعاطى المخدرات ممكن يفكر في إنه ينهي حياته يعني بالعنف. نعم. يعني ممكن. وحصلت كثير يعني. حصلت كثير يعني. نعم. يمكن المستشفيات عندنا في السودان يعني فقد عديد من الجسامين في المشارح. نعم. بتاعت ناس انتحروا او ناس في محاوله بتاعت انتحار بغض النظر عن الطريقه. نعم. انهم يتعاطوا كميه بتاعت ادويه متضرهم او يفكروا في انهم يجرحوا نفسهم او يشنقوا نفسهم او ينطوا مثلا من كوبري. نعم. فقصص كثيره عندنا في المجتمع. صحيح. السوداني. صحيح. الحاجه الثانيه للمخدرات هي بتزيد العنف نحو الاخرين. لان شنو بتزيد من الدوافع بتاعت العنف. كمان يقول العنف عنده دوافع بيتطور مع تطور الحياة العيش الإنسان، فبالتالي ممكن يكون يعني الإنسان ممكن يمارس العنف تجاه الناس البيت عشان يأخذ القروش اللي بيشيل بها المخدر، بالذات يعني الناس اللي بيكونوا صغار وما شقالين وبيتعاطوا مخدرات. صحيح. فبالتالي ممكن يقلع من أخته المصروف، ممكن مثلا يشاير مع أخوانه عشان يشيل منهم، أو ممكن يسرق حياتهم. بالضبط. فدي كلها في الآخر هي ممكن تؤدي لعنف في المنزل. نعم. تاني في العنف في الشارع برضو بعد ذاك الزول بما انه هو عقله زاهب منه وهو تحت تاثير ماده مخدره. نعم. فبالتالي هو ممكن يعني يخلق خلافات ومشاكل في الشارع، تصرف غير مسؤول عشان يعني. كده المخدرات هي. نعم. وعندنا طبعا مبادره لمندل في السودان كله على المخدرات. بالضبط. وكل الجهات التوعيه والسياسيه والوزارات بتهتم بموضوع المخدرات، ومن هنا احنا بنناشد الناس في انه يعني احنا نكافح المخدرات عشان نقلل من شنو الجريمة. من الجريمه ومن العنف ان شاء الله بشكل. دكتور عبد المنعم عثمان اختصاصي علم النفس، انا اشكرك جدا والله لوجودك معنا على كل الكلام الضافي ده والكلام المهم للغايه. اشكرك المره الثانيه. انا اشكرك واشكر كل التيم واشكر المشاهدين لقناه الشروق، القناه الجميله الرائعه، واتمنى لها مزيد من التقدم ان شاء الله. تسلم تسلم يا رب. في كل مكان ارزاق هي فقره اساسيه في كل صباح حنشاهدها مع بعض ونعود. في مدينة سنجا حاضرة ولاية سنار تمثل صناعة الأخشاب حرفة رئيسة لعدد من السكان، وما أن تذكر سنجا حتى يتبادر للأذهان المنتجات الخشبية التي باتت رمزا من رموز المدينة ومعلما معروفا لأغلب أهل السودان. انتشار الغابات شكل العامل الأبرز الذي جعل إنسان سنجا الأول يفكر في تحويل أخشاب الأشجار لصناعات محلية ضاع صيتها فيما بعد. ويؤرخ للمنطقة الصناعية بسنجا إلى عام 1940 قبل دخول الآلات الحديثة في السبعينات، والتي قلت من معاناة العاملين واختصرت الكثير من الزمن. وتمر صناعة الأخشاب في هذه المنطقة بعدة مراحل، تبدأ بقطع أخشاب الأشجار وهي مرحلة تتوقف في فصل الخريف بسبب هطول الأمطار الغزيرة وتحول هذه الغابات إلى برك من المياه.
وينتظر في المرحلة الثانية تجفيف الأخشاب من خلال رصها بطريقة معينة تضمن سلامتها. على هذه الآلة يعمل عادل لأكثر من 22 عاما غير مكترث لخطورتها، وهي لا ترحم الجماد، فما بال الإنسان الذي يعمل عليها. ويرى عادل أن الظروف الطبيعية أصبحت حائلة أمام توفر الأخشاب التي باتت في حالة ندرة، وما ينتهي عادل من مهمته يكون أحمد على آلة الربو ويقصد بها المجمع في حالة انتظار لبدء مرحلة جديدة في هذه الصناعة. هنا في الربو تصنع عدد من الأثاثات من أخشاب الأشجار المحلية، وما استورد من أخشاب يستفاد منها في صناعات أكثر تطورا. والملفت في هذه الورشة هذا الصغير الذي لم يكمل سنته الدراسية السادسة يمارس المهنة كما لو كان يعمل فيها سنين عددا. على آلة المنقار يساعد الشريف والده، غير أنه ينظر لمستقبله بعيدا عن هذه الصناعة. وما بين القطع الجير للأشجار وحاجة الصناعيين لهذه الأخشاب، يقترح هؤلاء إقامة مناطق غابية لدعم هذه الصناعة المحلية التي تلقى رواجا خارج السودان كما يقولون. وتشكل الأعياد السوق الأكبر لهذه المنتجات، وما فاض عن حاجة المدينة ينقل لمدن كوسي وربك والخرطوم. لكم التحية في كل مكان لكل من انضم إلينا الآن لمتابعة صباح الشروق. الفقرة الثانية، التغذية وما أدراك ما التغذية. التغذية وارتباطها بالرياضة وارتباطها بصحتنا العامة، لا تحد هي ممكن تكفي نشر أمراض، لا تحد إحنا ممكن نكون في صحة وفي عافية. طول ما توفرت التغذية والرياضة بالشكل المطلوب والمناسب. الكلام عن الموضوع ده أنا حيكون معي ضيفتي الكوتش إسراء الطيب الوسيلة، خبيرة التغذية الرياضية وصانعة محتوى صحي، وهي درست في جامعة السودان، وهي كوتش معتمد من الـ ISSA بعدين حترجمي لنا طبعا، ومدرب خاص معتمد. صباح الخير عليك. يديك العافية، شكرا قناة الشروق على الاستضافة والفرصة الجميلة دي، وإن شاء الله تكون ونسة كده خفيفة لطيفة بيناتنا، نقدر نوصل رسالتنا ونستفيد من بعض إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ترجم المصطلح ده ISSA اللي هو بيعني دي الجمعية العالمية للرياضة. الجمعية العالمية. أيوة. في جمعية عالمية يعني. أيوة، بتخليك كوتش معتمد في كذا دول حول العالم. أها ممتاز. أيوة. في السودان برضو. هي أونلاين، هي أمريكية. هي أمريكية. أيوة. طيب أنا في بداية مقدمة الفقرة دي. أيوة. قلت ارتباط التغذية بالرياضة، نربطهم كيف مع بعض؟ عموما التغذية والرياضة هم الاثنين أساسيات. نعم. ما بنقدر نعتمد على التغذية ونهمل الرياضة، وما بنقدر نعتمد على الرياضة ونهمل التغذية. نعم. الفكرة زي الأكسجين والموية، الاثنين هم متكاملات مع بعض، بيكملوا بعض. لكن التغذية هي بالدارج عندنا الأكل حقنا. نعم. ده الطاقة حقة الإنسان، هو ده البنزين حق الإنسان. وطبعا إحنا تركيبة بتاعت الإنسان ذاته، الأعضاء الداخلية عشان تشتغل محتاجة الأكل ده، محتاجة التغذية الصحيحة. نعم. حتى النشاط الروتيني اليومي، يعني الأم عشان تنظف بيتها محتاجة لطاقة مجهود. صحيح. الطالب عشان يقرأ الجامعة التركيز ده مجهود عالي شديد، حتى الأبهات والرجال المجهود سواء كان بدني أو مكتبي. نعم. ده كله مجهود، الفرهدة بتاعت المواصلات. صحيح. دي براها دي برضه مجهود. صحيح. فنحن بنحتاج للأكل، ده هو أساس الحياة. لكن للأسف في فكرة متداولة مغلوطة، هي بسيطة. نعم. على إنه أنا والله ما بحب آكل، أفضل لي الزبادي عشان بطني تكون مرتاحة. أو والله ما بحب آكل عشان بحس بالتخمة لأنه الشغل حقي ما بقدر أركز. أو كمان والله أنا بأكل وجبة واحدة في اليوم وزني لسه زايد. نعم. الحاجات دي الناس اللي بيقول لك أنا بتضايق بالليل من الأكل، هو الفكرة إنه الأكل هو في حد نفسه ما هو حاجة كعبة، لكن الخيارات حقتنا غلط. النوع. أيوة. النوع. بعدين نحن لو رجعنا للدين شوية الموضوع ده محلول لنا. عندنا بيقول لك ثلث لطعامه وثلث لشرابه، دي حاجة معروفة عند الكل. دي بتحدد لنا الكمية، إحنا لازم نعمل حساب للكمية. لكن بدايته في شنو؟ لقيمات، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه. نعم. يعني نعم. دي معناها القيمة الغذائية اللي بتديك النشاط للمجهود. يعني ما ينفع أنا الليلة يكون يومي طويل من الصباح أكل لي زبادي عشان يديني طاقة. يعني حاجة. نعم.
فهمت؟ وبدايته شنو؟ الأمراض كلها دائماً بتكون بسبب الأكل. نعم. بسبب الأكل خيارات الغذاء. فدي بتورينا إنه الموضوع ده مهم. أكلنا شوية نحن فيه مشاكل. في مشاكل بسيطة لكن موضوع بسيط بتحل يعني. يعني الدهون دي ما مشاكل بيني وبينك يعني الشيء المرارة. تصدق إنه الشيء صحية شديد؟ ليه الناس طيب فاهمين الكلام ده غلط؟ إنه أكل اللحوم الكثير كوليسترول معناه. طبعاً. دي حالياً. ده بيتطبق على الفاست فود الاكل اللي هو الجاهز الكثير لكن ايوه والبرجر الصناعي احنا ممكن البرجر نعمله في البيت على فكره نعم. وبنحتاج لنسبه الدهون دي بالحاجه اللي خلق ربنا في الحاجه اللي هو عندك الكمونيه يعتبر دسمه لكن صحيه عندك السجق البلدي يعتبر دسم لكن صحي الفول السوداني دي خيارات صحيه الفول السوداني او لو الفول المصري نحن بنسميه فول العادي الفول السوداني الدكوة اللي هو ده مصر الفول المصري اللي هو تقريبا هو الوجبه الاساسيه ده الوجبه الاساسيه نعم. في السودان ده حبيبنا على فكره البقوليات يعني بيقولوا بيجيب قهوه مثلا بالمناسبه البقوليات دي هنا في السودان عندنا رخيصه وبنعتبرها حاجه كده يعني اخر همنا وما حد يسمح لانها رخيصه لكن لو فكرنا في قيمتها الغذائيه عاليه شديد ومشبعه على فكره سواء كان العدس سواء كان الفاصوليا سواء كان حتى الطبايخ حقتنا عندك من الخيارات الحلوة شديدة في السودان اللي هي البليلة حقت الجمعة اللي بتكون مشكلة 7 أنواع دي العدسية غير العدسية في بليلة كده بنعملها يوم الجمعة بتكون فيها كم صنف كده مع بعض حقت القمح دي الناس عادة بتعملها الجمعة بتصدق بها صحيح دي قيمة الغذائية عالية شديد مغذية وممتازة ورخيصة بعدين الأحماض الأمينية شوية في المصادر النباتية ناقصة في اللحمة مكتملة عشان احنا نكملها في المصادر النباتية بنشكلها مع بعض يعني مثلا عندك الطعمية في ناس بيعملوها بالكبكبة والفول السوداني واللوبيا كل ما خلطنا كل ما كان أفضل البليلة حقة الجمعة دي مختلطة فهي متكاملة وبالحاجة الرخيصة يعني متوفرة عندي بيت سوداني نيل الرياضة بقى أيوة أكيد يعني نحن احتمال بطريقة ولا بتانية جونا ما مساعد يعني بطبيعتنا كده يعني حر الشمس حاره للمشي في الشارع وكده فالجو حقنا ما مساعد في كتاحه ممكن تجي فجاه أيوة في مطره بتبوظ الدنيا والواططين فما بتمشي لجوا الناس للجيم لكن لسه الناس مبتغين انه فكره الجيم دي فكره شويه كده يعني بيرجز كده يعني برستيج أيوة كده انا ماشي الجيم انا جاي من الجيم رفاهيه بالضبط يعني أيوة حاجه مرفهه كده كيف الحلول في رايك؟ والله انا بفضل انه طالما احنا بنخدها في نطاق صحه احنا نركز في الحركه هي الفائده بتاعه الرياضه في الحركه الحركه فيها البركه يعني ما الى جيم الحمد لله حاليا سواء كان بنات او اولاد الوضع عارفين انه برا بقى خطر ما بنقدر لكن في اماكن مخصصه صحيح. في اماكن مخصصه في اماكن بتاع السباحه في اماكن بتاع الملاكمه حتى للبنات حتى الحديد بقى فيه اللي هو الجيم فيه ساعات للبنات واماكن مخصصه صحيح. للبنات فهل ضروري احنا يعني نكون في الحديد؟ لا، الناس تجرب، في ناس تجرب السباحه، ناس تجرب الجري، ناس تجرب المشي، حتى نط الحبل في البيت، وفي تمارين بتاعت هيد بتتعمل في السلم، يعني انا الصباحيه عندي تمرين الهيد في السلم. ما بحتاج يعني امشي برا، 20 دقيقة كفاية جدا، لا يعني بحتاج وقت زيادة ولا بحتاج كمان معدات زيادة. يعني ممكن في البيت. اي ممكن. في غرفتك. وفي الانظمة حاليا اغلب المدربين بيشتغلوا اونلاين، يعني في تمارين بالذات للبنات في البيت. اي لانه برا في تسعه طويله صراحه تسعه طويله والله فعلا يشيلوا تليفونك ويكرهوك أيوة. المشي ذاته ففي البيت ممكن نتمرن في البيت اي في الغرفه بتمارين بوزن الجسم يعني ما بنحتاج حتى نجيب حديد لكن صراحه هي تجربه جميله شديد انه الزلمه يمشي الجيم يعني انا لو الناس قدرت تستثمر في الموضوع ده بتجي تجربه حلوه بعدين في ادوات رياضيه ممكن تشتريها غاليه طبعا غالية هي غاليه لكن الاوزان الحره رخيصه يعني الناس بتعملها بالاسمنت وبال الخرسانه نعم انا قصد الووك ماشين مثلا دي غاليه جدا اللي هو دي اي ممكن تكون غاليه لكن في يعني. فيديوهات اللي هي 3 مايل ووك دي كانك انت مشيت 3 مايل في نفس حتتك البيت بتكون واقفه في غرفتك ممتاز يعني انا قاعده اديها كبديل للمشي نجي بقى للمحور الاساسي واللي هو الشغل الشاغل بقى الرجيم ايوه للنساء الرجال يعني الكل ده يبقى ضعيف طبعا وطبعا دي درجه من الوعي مؤخرا بقت عند تحديدا البنات يعني ايوه فانا حاسي بانه في ناس فاهمين الرجيم ده خطا يعني بجد بجد وفي ناس كتار جدا اثر على صحتهم بشكل ما تمام يعني فناخذ كبسوله في موضوع الرجيم ده يعني حقيقي دي اكثر حاجه معاناه ولو في هدف في حياتي يكون اساسي
انه احاول اصلح المفاهيم الغلط بطريقه بسيطه بالمتوفر عندنا في السودان. نعم. في السودان يعني والله احنا عندنا يعني بلد فيها خير كثير. نعم. يعني ما بنحتاج ما قاعدين نعتمد على اللحوم المصنعه. يعني ما اعتقد في بيت بيعتمد على مارتديلا او هوتدوغ. نعم. او كمان بيعتمدوا على الحاجات المجمده او المعلب. احنا عندنا رخيص الحاجات الطبيعيه. نعم. دي لكن الفكرة بتاعت الزيادة والنقصان بغض النظر عن الصحة دي مشكلة. يعني أنا زمان لما كان عمري 18 سنة كنت برضو ياهو في الدائرة دي في النهاية السودانية ومن ضمنهم. نعم. يعني كان بيجيني مشاكل في نقص بتاعت الحديد. الهبوط في السكر. الفطور الخمول بسبب المناعة بسبب الرجيم الخاطئ. الرجيم بتاع الزبادي وخيارتين وبيضة مسلوقة ده يعني صحيح. أنا ده عامل لك ورش الراب. هاي طبعاً مسلسلات تركية وهندية صعبة خلاص. الأكل الصحي بعد قريت عنه وحاولت يعني أعرف أكثر لقيت إنه ممتع كثير طاعم كثير. ملاحاتنا البلدية على فكرة ممكن تخش في الدايت. نعم. تكون صحية. اللي زي شنو؟ عندك مثلاً القراصة. القراصة دي معمول بدقيق القمح الكامل. صحيح. يعني إحنا الصحي عندنا هو الدقيق الأبيض. الدقيق الكامل الدقيق القمح الكامل. هو ده الصحي. كسعرات حرارية هم نفس السعرات. نفسيهم. لكن القيمة الغذائية والمشبع أكثر هو القمح الكامل بسبب الألياف اللي بتكون في القشرة. فهمت؟ نفس الشيء البقوليات ممتازة مشبعة لكن إحنا بنخربها شوية بالعيش الأبيض الكثير والزيت الكثير. الملاح حقنا لو طبخناه بزيت أقل وخضار أكثر ولحمة أكثر قدر الإمكان بالمستطاع. نعم. بيبقى طاعم أكثر ما بنحتاج له وش الملاح الفوق ده نهائي. يعني. ما بنحتاج له. نعم. ما بنحتاج له حتى عندنا الحمد لله نهاية الأسبوع عندنا العادة بتاعت بنضيف الكمونية التقلية بالعصيدة. العصيدة دقيق ذرة. نعم. فالمشكلة في الأكل السوداني بالسمين بالمناسبة. بالعكس الموضوع انه هو الناس في يعني في الاكل السوداني الطريقه بتاعه الطبخ حقته اللي هو بتكون زيت كثير وعندنا استهلاك بتاع سكر عالي. للاسف. نعم. لكن هم ما في دقيق القمح ما في الملح حقنا في السكر الكثير في الكميه. بس دي المشكله الثانيه في الاكل السوداني وده ما الاكل السوداني عموما اي زول لازم في اكله يراعي للكميه بتاعه. نعم. الاكل اللي بياخده. نعم صحيح. في الوجبات بتاعتنا مرات فيها مشاكل. يعني أنا فاهم بأنه تقريبا 80% أو 90% من العالم ده يفطروا الصباح. صح. 7 صباحا 8 صباحا من في الشغل. لا نحن نفطر 10. أنا سفطرت حتى جيت. أنت ما لأنه أكاديمية عارفة العارفة الموضوع ده يعني. فبنفطر 11 مرات بنفطر 10 مرات اللي هو سنيننا بنطلع من الشغل حتى نمشي نظبط لنا فتة للساعة 12 كده وبنكون الصباح ما ماكلين حاجة. شوف بنظبط شنو فتة. يعني انت في ذاته بتكون من بالليل الوقت انت نايم ما. نعم. ماكل الصباح كله ما باكل بجرى للساعة 12 واحدة بسبب طبيعة الشغل يعني. بتصدم نفسك بفتة. حاجات دسمة حاجات اساسا ما مريحة للمعدة. نعم. وشوف المشاكل اللي لسه حايمة المصران. المعدة. نعم. فهمت؟ كمان عندك الضغط والسكر يعني دي كلها حاجات. صحيح. اساسية الاكل. صحيح. لكن لما تاكل فطور يعني عالي البروتين قدر الامكان ان شاء الله بالبقوليات فيه نسبة بسيطة بتاعت مثلا خيار بتاعت عجول. نعم. ممتاز كده انت بتكون حاجة مريحة من غير ما تضايق المعدة حقتك والهضم بتاعك. يعني انت تنصحي الفطور يكون الصباح؟ انا بنصح الفطور يكون الصباح اول ما تصحى يعني تاكل. أيوة. لك وجبه خفيفه. أيوة. لانه احنا شغلنا. أيوة. طبيعته كده شغلنا بيكون طبيعته اثناء وجبه الافطار للاسف. نعم. يعني انا بشوف الناس احسن تاكل عشان تشيل هم الاكل ده وتخلص الشغل. انا والله اتمنى 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 جمال ومهدي نور يسمعوا الكلام ده لانه يعني ما في فتة تقريبا احنا لنا 4 سنين بنفطر فتة يعني الساعه 12 او الساعه 11 بالطريقه دي. الموضوع ده متعب شديد. ما يعني ما متعب. ما صعب متعب. لكن اذا يعني الفول ذاته على فكره اللي بالطلب ده انا مرات بكسل عمل. الفول عمل لي حبة طماطم على بصل على بهارات على شوية جبنة على شوية بيض كفاية جدا. يعني ما بنحتاج كمية العيش الأربع عيشات للنفر الواحد دي. ليه أصلا جسمك ده يعني جسم الإنسان ما مصمم إنه يقول لك والله أنا اكتفيت على النشويات دي كفاية. نعم. أنا ما قادر. بشيل طاقته وبخزن. نعم. لكن ما بقول لك إنه أنا كفاية. فأنت بتعمل حسابك اللي هي دي قبال. أه. لقيمات. ما يعني احنا شوي نعمل حسابنا في فكره كده عامه تقريبا عندنا احنا انه لما نفطر بالفته دي بتقعد معنا اطول فتره ممكنه لانه حنكون قاعدين في محل الشغل لحد 5 لحد 6 فالواحد ما عاوز يجوع. بنتحايل الموضوع ده بانه تاكل اكبر كميه من الفته.
الساعة 2 بنكون ما فاهمين حاجة أصلاً، والزول بينوم في الديسك وده كله حاصل. ولاحظ عشان تدي نفسك طاقة بتقعد تاكل لك حاجة فيها سكر أو قهوة، حتكون أنت في حالة بتاعت جاتني طاقة طوالي وبتنزل طوالي. صحيح. دايماً حتكون في الإسباق ده. الموضوع ده على فكرة بيعمل تنشنة، بتكون متنشن بتفقد التركيز. عشان كده بقول لك الله يفصل الصحي بيساعد على التركيز حقك. صحيح. فالموضوع ده بيبقى خصم عليك في النهاية على مدى بعيد يعني. بعدين العافية ما في أهم منها طبعا. فالناس بتحاول قدر الإمكان تديها أولوية بالحاجة الواقعية يعني. دارت تتكلم لي عن الخضروات بشكل مركز كده يعني. السلطة دي فوائدها، البروتين اللي فيها كده يعني. السلطة دي المفترض تكون في كل وجبة ثابتة. لكن عشان إحنا برضو نكون واقعيين يعني نقدر نضيفها من الخيارات الحلوة. لما تكون في الصينية تلقى هناك البصل مقطع بالشطة. صحيح. تكوي الليمون. صحيح. هنا ذاته في ناس في يعني حسب البيوت ما شايفة كل الناس بيعملوا الجرجير نفس الفكرة بيعملوا بالدكو والشطة والليمون. صحيح. غير السلطة الخضراء العادية اللي بتكون فيها العجور والطماطم. فإحنا لما نعمل حاجة زي دي تكون إحنا نعتبرها زي المحدقات صح؟ ساعدنا ناكل. إضافة زي دي بتخليك تأكل أكتر. نعم. فهي كويسة بدل تكون إنها بس سلطة عبارة عن خيار بالجنبة كده سهل. أفضل. فهي مهمة جدا طبعا. مهمة يعني. حتى بنحتاج الأرياف بيساعد إنه الأكل يمشي كده، والجسم ده بيحتاج للمعادن وما بتسمين والفيتامينات. ما بتسمين لأنه بتسمين دي بقت استيغما عارفة بقت حقيقة يعني. كان دارتك تزور قولي انت بقيت سمين شديد. الغريب في الموضوع إنه لما تضعف عندنا ده دليل مرض. بقول لك الله انت مرض ضعيفه كده مالك انت عيان بالضبط. هو انا ما عيان يعني، انا بس انا كده بالضبط. في مفهوم زي ده بالمناسبه انه الله ضعيفه كده مالك. اديك معلومه، اذا كان نقصانك صحي الطريقه اللي نزلت بها صحيه بالعكس بتكون منور اكثر. بالضبط. لكن اذا كان في يعني مثلا مشاكل بتاع الستريس مريت بها، وفي ناس بتاعي الناس أكل السوسة العافية المسوسة دي تعبانة شديد. نعم. دي برضه على فكرة نظامهم صحي تماما، لا بيأكلوا سكر ولا بيأكلوا زيوت ثقيلة. الفرق في الكمية بس. في ناس طبيعة جسمهم كده يعني. لو أكلوا ولا أيوة. هو فعلا طبيعة جسمهم كده، لكن هي ذاتها بتتصلح يعني. بالرياضة والأكل بيزيد عادي. طيب آخر محور عندي، والناس الناس بيفتكروا إنه الرياضة بس هي خاصة بالشباب بس يعني. طبعا ذو الفات الخمسين ده يعني ما 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 مفروض يتريض ولا كده. والله يعني دي من الحياة اللي بجد بتزعل. لأنه لو لاحظنا يعني البنات حاليا لو ما 90% 85% عندهم اضطرابات هرمونية. تكيس المبايض. دي سببه اللايف ستايل أو العلاج حقه الأساسي يكون لايف ستايل صحي يعني. ما ممكن يدوك متفورمين والحاجات دي، لكن هي العلاج الأساسي بتاعها اللايف ستايل الصحي. البنات بتعاني نفس المشاكل بتاعت الأولاد، القطايع، ألم أسفل الظهر، الركب، الفتور، الكسير. ولو خدتين التركيبة العضلية بتاعت الذكر والأنثى حنلقاهم نفس العضلات، ما عندهم أي اختلاف. فالاثنين بيحتاجوا للتمارين دي. بعدين البيت لازم تهتم بصحتها، لأنه صراحة أنا شايفاها هي مشروع بتاع أم. حتكون مسؤولة لها من جيل من بيت في أولاد في تربيتهم. فلازم والله بجد هي تدي كبار نفسها. السن أنا قصد كبار السن. الناس فاهمين بأنه الرياضة هي مختصة خاصة بالشباب بس يعني. لا على فكرة كل ما مشيت لي قدام كل ما احتجت تهتم بالموضوع ده أكتر. نعم. تاكل الخضروات أكتر. المشي على الأقل للناس الكبار. المشي هو يعتبر رياضة. سنة والفاتو 50 سنة. المشي هو رياضة ممتازة وحلوة شديد ومريحة، وفيها ممكن تتونس مع الدائر وتسمع الدائر وتحضر الدائر. صحيح. حاجة يعني مريحة وتعتبر رياضة كويسة. نعم. أنا أشكرك جدا والله كوتش. اديك العافية على كل الكبسولات والمعلومات اللي اديك العافية للغاية. أتمنى تكون سمعت لكل المشاهدين تكون وصلتهم المعلومات إن شاء الله. إن شاء الله بالشكل المطلوب. أشكرك جدا وحنحتاج لك ثاني وثالث بإذن الله في حلقات جاية. صحتنا إذا كويسة نحن كسودانيين وكمواطنين بضرورة الدولة بتكون كويسة وبتنعكس على المؤسسات. أكيد اديك العافية. مشاهدين في كل مكان استمرار أو لسه مستمرين معكم صباح الشروق. فاصل ونعود بعد ذلك. الحميد والتواصل معكم مستمر. صباح الشروق بلدنا حلوة. نمشي سنجا
نعود لآخر فقرات هذه الحلقة. مدينة سينجا عاصمة ولاية سنار، عاصمة مديرية الفونج في السابق، المدينة الأنثى التي تتميز بموقع النيل عندها له طقوس خاصة من الانحناء في تأدب وحب يجمع ما بين خضرة هذه البساتين ولون المانجو وعطر الجواف والليمون. إنسانها خليط من التعايش والتآخي، امتزج ليشكل لوحة اجتماعية يفتخر بها إنسان سينجا. كيف لا، وعبق المكوك وهيبة الككر وعظمة السلطنة الزرقاء فوح يجدد الانتعاش في الأرواح كلما تأمل الناظر المدينة وحركتها وضجيجها وهدوءها المتأدب أمام قدمها الذي اختلف الناس والرواة حول اسمها. حبيبة هي الأمكنة التي تخلد في الوجدان بسماحة أهلها وطيب معشرهم وقبولهم للآخر، كل ذلك تدعمه نفحة ذكر صوفي مهيب الإحساس جميل المعنى عظيم القدر، وكأنما مدينة سينجا مسبحة تتجاذبها أنامل المريدين في الصابوناب والشيخ طلحة ووتهاشي مكركوج والعديد من الأمكنة التي تمثل الصوفية فيها غذاء روحيا وسمة تميزها عن الأخريات. طبات إنسان مدينة سينجا بالنيل أوجد علاقة حميمية بينهما والأرض، فكان الإنتاج من ثمارها سفيرا لها في الأسواق العربية ورمز جودة يميز إنتاجها عن المناطق الأخرى. الأسواق الداخلية أيضا تغشاها نسمة سينجا بما تجود به أرضها من خير عميم ومنتجات لا مقطوعة ولا ممنوعة. الفن والثقافة في سينجا يمكن أن نقول عنها مستعيرين قول القائل: كالبحر يرسل للقريب جواهرا جودا ويقذف للبعيد سحائب وأشكالا ومجسمات تجعل الحياة حقيقة غضة بالفن والشعر والموسيقى. مدينة سينجا التي تبدو في عليائها وقدمها خزانة أحداث وامتداد أجيال خلدت أسماؤهم بعطائهم، كالأستاذ حسن نجيلة صاحب كتاب ذكرياتي في البادية طيب الله ثراه، والصحفي عبد الله رجب وآل الشريف الهندي وعمر بريدو وآخرين تجمعهم أحياء السودنة وحي 14 الذي كان يسمى بالأورطة 14 وحي السكة حديد والغرب والجنوب والشرقي، مع ملاحظة أن مدينة سينجا التي تخلو من الفنادق في دلالة على كرم أهلها وترحيبهم بالضيوف، حيث لا زالت الذاكرة في سينجا وحي الصواردة تحديدا تكتر ذكريات خلوة الفك محمد استقبال الضيف والزائر. لكم التحية في كل مكان. عدنا صباح الشروق في آخر فقرات هذه الحلقة، وأنا معي شاعر جميل محمد دياب الله كذكي اللي حنتونس معه في أهمية الشعر وفي تطبيب مجتمعنا وتطبيب مشاكل مجتمعنا كلها. أول حاجة صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم أنتوا وعلي صباح الشروق، وإن شاء الله كل البلد تروق بإذن الله. إن شاء الله يا أخي، دي عسيدي بدأت قصيدة. صباح الشروق كل البلد تروق. إن شاء الله. يا رب يا رب. أيوة. منو يعني كيف ممكن نوظف الشعر في إنه يعني يؤكد على القيم الاجتماعية، الكرم، البسالة، الطيبة، الرحمة بين الناس؟ الشعر ممكن يلعب دور قدر كيف؟ والله يا أخي هو شعر من بدري الحمد لله لعب دور في الحتة دي، وإن كان في حقبة مرت علينا من الزمن يعني غيرت الإنسان السوداني كثير، يعني كان في طبقة فوق، طبقة في النص، طبقة تحت. نعم. طبقة في النص دي اللي كانت عاملة التوازن، قامت راحت، اللي طبقة الموظف تحت. الله يديك. طبقة الوسطى بسموها، انتهت بقت فوق تحت طوال. عشان كده دور الشعر هنا مهم، خاصة في الزمن اللي ده، حتى نعيد الإنسان السوداني كما كان إلى سابق عهده. يكون في ترابط بين الناس، يكون في توادد، يكون في تراحم، يكون في تفقد أجيال، يتفقد أجيال.
يعني الجار ذاته يقول لك في جار ما بيشتغل بك شغل. نعم. وفي ناس بيفقدك من قبل، في جار يفقدك من قبل، وفي جار تديه وتبقى دبو. نعم جار مزعج. طيب طيب اها محتاجين للشاعر في الوقت ده. احنا محتاجين للشعر، محتاجين للبتاع، عشان كده اسعنا الشعر بتاعي دائما، بالذات الشعر بتاعي يعني دائما بيتكلم عن الماضي وعن الحاجات الزمان الحلوه. يتكلم عن الريحيه بتاعت الناس، كيف كانوا زمان متوالفين، كيف كانوا زمان متعايشين، كيف كان زمان بيتفقدوا بعض في المسرات في الافراح في كذا في كذا. عشان كده ده دور مهم جدا جدا، وما بيلعب الدور ده الا الشعر. نعم. والا الاعلام. نعم صحيح، الاعلام لازم يلعب دور كبير. الاعلام بيلعب دور كبير. نعم. القصه بتلعب دور كبير. التمثيل صحيح، كل الفنون، كل الفنون باجمعها هي تقوم. نعم. يعني في الحته دي لها دور ولها صدى. نعم. مع انه في بعض الشعر ممكن يقوي محارب، ممكن يعمل عداوه بين الناس. اي في شعر يعمل العداوه، لكن احنا ان شاء الله يكون شعرنا دائما لا صدى ولا العداوه. طيب عشان ناخذ البراوه. طيب طيب ما نسمع. والله يا اخي بديك حاجه بتقول يا حلي الزمن الناس حنان، ويا حلي الماضي الزمان، البقر تحلم مع الضان، ولنهار الكادق ملان، من الحفير وردات الحسان، وسيده مال يقف فقردان. يا حلي الزمن الناس هنان، ويا حلي الماضي الزمان، البيت يشيلوا ثمانيه اخوان، وكلهم عايشين في امان، فيهم الياد وعزب كان، والمعرس والد البطان. يا حلي الزمن الناس هنان، ويا حلي الماضي الزمان، الخلاوي تقر قران، ونحن كلنا كنا حيران، المشرف بلوحه كان تجد لافه الحلي حفيان. يا حلي الزمن الناس هنان، الدرب كان جاب له ضيفان، كنا مثل جان رمضان، اخر الفون احنا جيران، ما في زول من جاره زعلان. يا حلي الزمن الناس هنان، كانت الناس لها ايمان، وفي القلوب مزروع الحنان، لا حسد لا عرف وقيلان، وكله زول بيرزقه قنعان. يا حلي الزمن الناس هنان، ويا حلي الماضي الزمان، من هلال العيد هل بان، حزب اليمن يصم اللضان، البنات في الدار ريقان منك جاي جوز برتقال. يا حلي الزمن الناس حنان، ويا حلي الماضي الزمان، من هلال العيد هل بان، حزب اليمن يصم اللضان، البنات في الدار ريقان منك زي جوز برتقال. يا حلي الزمن الناس حنان، ويا حلي الماضي الزمان، كنا شفع يوم الختام، تلقى الواحد فوق قفطان، في شارع الله وجوه ميدان، هز تبشر وجانا فرحان. يا احلى زمن الناس هنان، ويا حلي الماضي الزمان، وان شاء الله يرجع الماضي الزمان، وترجع البلد كما قال اسماعيل حسن، بلادي امان وناس هنان. يا سلام. اي والله ده الشيء ان شاء الله يرجع الامان كان زمان، ويرجع كما كان زمان، تلقى ما في باب بيقفلوه، الباب الابواب بتقلب تكون فاتحه للصباح. صحيح، لحد قريب ده حتى لو الباب ما فاتح في السلك اللي بيبر دي. انا ده فاتح دي السكرت في ايدي ساكته، بس في شنطه او في كيس، قلت عشان ما يخافوا يفتكروا يقولوا. لحد قريب ده الباب ذاته عشان ما يختفوا منك. يعني زمان الباب فاتح، لكن السلك اللي بيبر دي الباشي ده بيجره وبيخش، بيجره يخش. ايوه السلك ذاته اختفى. لا 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 السلك اختفت، وهنا لكن كل حاجه بترجع، ترجع 200 اذا عاد الاقتصاد. والاقتصاد اللي إن الحمد لله يعني نحن انا بحتفظ اقتصاد قوي بيع حالته دي شتى، انه الحمد لله صحيح بيتدهور دي البلد ماشي. نعم الحال ماشي. لكن المفترض يكون احسن منك. لكن اليابان المفروض حيكون احسن منك، الوضع الاقتصادي مؤثر طبعا، حيكون وشوفه يكون احسن منك. كده 200 سكه حديد دي اذا رجعت كل شيء بيرجع. انه سكه حديد هي شريان رئيسي ولعصب الحياه عندنا في السودان، ربط السودان ببعضه كله، ربط السودان ببعضه، في سكه النقل بها يعني تكلفته بسيطه. صحيح، ما زي العربات وما زي غير انه الناس بيعرفوا بعض في القطر، والناس بيعرفوا بعض دمين وين ودمين وين ودمين وين، ويتحاببوا ويتالفوا وينشكلوا، بعد ذاك يرجعوا ياكلوا مع بعض. في زيجات حصلت في القطر، في القطر في زيجات وفي خطوبات زمان. كيف يا اخي، كيف يا اخي، يا سلام يا سلام. ما قلت فيه حاجه القطر ده انت؟ والله يا اخي قلت كان فيه قصيده قصصيه لكن طويله، برنامج قول لنا منه جزء بس، ما في مقطع المطلع بس بتاعه. المطلع بتاعه بتقول حاج حمى دفت، حاج حمى دحمت في العمد، زول يضربوا بالمثل، من الله خلقوا قام معاش اللوك، ما ضاق السفر،
طول زمنه في البروي يزيح ويقعد يداير في البقر ومحاويته عن ساحة الحليب. ديك صورة من أحلى الصور وزمن السقط يعمل له كرم في لقر وبالشدر لكن وليده وقع يريد وكان زمان تعبان عليه ويقضي فيه وديه ليه بل المطر دقس البلدينة واشتغل 4 سنين وفوق شهر راقد قف وقاطع الخبر من عنده قول لا لا اتصل خلى مقالب الواطم اللي تسوي يجول لهين داير القفر هنا حمد احمد تقرب الحيل اشتغل. مرات يقول لها يا ولي أصبري ما خاب من صبر. مرات يقول لا يبقى أحبار الهوامي والسهر. مرات يقول لا يبقى رابد مدعشي كان ورد ولا وجع ظهر صغرت قلب علي جناي وقلب جناي علي حجر ومن ميزه ومن ميزه قام طارب القطر لابسته مركوب النصيح وحاقب له شنطة للصفيع لملم هدومه من الحبل شكها فيها كسر كسر سدها بيفك شجريت بنياب زي عرض زي كسر وقال لك قد حقر قعد حكيرة جد وجر من حرف المتمر زي ين كمان قلد انفطر وقطر كو نتر نوقف لك مع نظرة القطرة دي. يا سلام. مع نظرة القطرة. صور صور صور. أيوة القصيدة طبعا طويلة. نحن جيل ما حضرناه للأسف. من الشعر القصصي أيوة. بالضبط. دو ما حضرته قال حتى اليوم ما حضرته زمن عود السلك وحتى كان عود السلك فوق طويل خاطر كده حضرنا الطويل. عود السلك ده شنو؟ يقول عود السلك ده لا السلك بتاع التلفون. أها. ايوه ايوه بالاعمده ايوه اها وبعدين كان عنده طيره خديره كان لي هذا نط طويل يقول له ايش ذات الطير تسيلي كسر الطياره دي مشيت وما بعرف الله يفتح الحال يا أي الله يصلح الحال والله بعين الشاعر شايف السودان كيف الفتره الجايه والله يا اخي السودان يكفينا محل قاعدين في العالم كله يمكن زيه ما في من مناظر من طبيعه من جماليات بتاع السودان بس زي ما قال واحد اخونا زي الطفل الشاطر نابغه في المدرسه لكن اهل حالته صعبه شوي ما قاعدين يلبوا الطلبات فان شاء الله ما منهم ان شاء الله ان شاء الله نعيشين يومين يومين كويسات في باقي عمره ان شاء الله نلقانا في قطر ويعود كل شيء بعدين نشوف البلد من تنتهي منها العمله المعدنيه برضو مشكله شوف السودان من بدلوا حتى تعريفها والقريش الناس بيقول لك تعرفت المواصلات تعرف هم عارفين تعرف جزاتهم ولا شافوها لكن ليه في رايك مشكله كان غابت العمله المعدنيه ليه مشكله العمله المعدنيه وبتوريك انه قوه البلد واقتصاد البلد وانه البلد ماشي عليه امن وامان شايف لانه العمله المعدنيه زمان انت في البراد تاخذها في جيبك تاخذها في العلبه في اي شيء تنجاك شحات تشيلته من الدول شايف لكن مما هي اختفت كله سمح اختفى وديني عندي كانت في قصيب اقول كان ريال بيظهر وطلبته بيقرش نمل العلبه زين بيقرش كنا بنمل العلبه زين كان ريال بيظهر وطلبته بيقرش تبلى قزازه زين كان ريال بيظهر وطلبته بيقرش تبلى صفيحه زين يا سلام يا ايوه يا سلام. الخير ما تسيب شقيش مشيت حتى كان لي غنمك رعيت كان من الحاح حي بعيوننا مدقق سفيت بيقري ايش نمله العلبه زين القريش ابو جمل ايوه ان دخلت السوق اشتريت تستميخ بالشاف والكليل بلا تمن كان الكسفريت والملين تجيبك سوي تبيقري ايش نمله العلبه زين يا سلام يا هسه عجبنا السغير تديه ال 50 جنيه ما يصير 500 كرديت 100 جنيه برجع عليك والله بالجد يعني شغاله خير بحمد الله هو حقيقه العمله المعدنيه في بعض الدول لسه شغاله ايوه صح الى هذه اللحظه يعني ايوه في بعض الدول هي ايوه ولازم نعمل هنا ان شاء الله نحن عندنا هنا ذاته ترجع شوي شوي العافيه الرجاء سافرت البلد قريب والله يا اخي طولت منها لي 4 سنة بين البلد دي الليله يعني بهني ولدنا عاطف السيرب زيت بمناسبة زواجه وإن شاء الله زيجة سعيدة إن شاء الله يا رب شايف لأنه راجل أخوه أبوه كان راجل أخو بالنسبة لنا برضو بهذه الحلقة دي لأخونا الباهي الصديق الطيب وهذه حلقة كله حبيب وكل أخو إن شاء الله نكون نقدم حاجة ترضي زوج المشاهد إن شاء الله قبل 4 سنة أنت مشيت أي. البلد تغير فيها شنو؟ لما مشيت والله يا اخي شوف العولمه مشكله يعني ناس نديل اصله انا بقول
ليكو ليه زمانك في التقاليد بص وشيل الفيها زي لسانك لساسك من نورس ما تسوي الحضارة عضاي من النص وتقعد في الملي عقبان طلوك وطمص مثلا السعيدة مثلا الناس يعتمدوا على الكهرباء خلوه الجاز والجاز ما هو فيه خلوه الفانوس شايف العالم العالم تطور اي اللمبه زمان دي كانت لكن ما التطور ده التطور ده ما شنو التطور لما يكون عندك شعر عندك له رقبه ده التطور شايف لكن المشكله احنا مش عارف ما عندنا له رقبه يعني هسه بيجينا الكهرباء نعيش في الظلام لكن هسه ما نعيش في الظلام بس بدنا كهرباء قاطعه بقينا لا قادرين نرجع للفانوس الزمان ولا قادرين نلقى الكهرباء الكهرباء بتتصلح بس بمشاكل اداريه لكن بتتصلح الكهرباء اسي التليفون ده ما ريح الناس انت عارف الكهرباء بتقطع من من سنه كم انت مواليد كم انا سبعينات السبعينيات أيوة. الكهرباء دي تقطع منكم وشتي لانه الزمن ده لانه حفظ العمليه دي في قصيده بتاعت جاز سعيدي مدد بعيدي وداب في الخرطوم جديد بشفش من عرسوها بتها الهني فدلي بيدي وبهناك كان راس سايق في البلد من النشيد بتك الفوكشن خبار ان شاء الله قالت لك شديد وما في زول جاكي منها بيقولوا بداكي كيدي ولم لما جات بعجالة ودودن في الخرطوم هدابة وقنب التكنف وتسلم أصبح النور طم ضلي شوف أصبح النور طم ضلي بسم الله يا رقي قال حضر يا رقي قال حضر جعفر وشيخي ود عبد الرحمن الشيدي شنو القبسة دي من زمان نوركم كدي يا أحل الفانوس ده كان ما بيفارق ضم إيدي شايف شوف الكلام ده قام القصيدة مكتوبة كم وستين طيب لازم أنا بقطع الكهرباء هنا أنا نبهوني للأسف للزمن وأنا سمعك طبعا أبونا كذا ما بتنتهي ولا بتكمل لكن يبقى. أنت عندك كمان قصيدة النملة وأنا بالنسبة لي دي واحدة من القصائد المهمة لأنها هي جديدة صحيح؟ هي جديدة هاي. دي أقل عشان تكون حصريا حقتنا حقت الشروق أقرأ لنا منها ولو جزء عشان نختم بها الحلقة أسمى سياحة مع النملة السياحة شوف النملة دي أنا ما شاهدتها تدرك في جناح اللي للجراد الدخلاني دي والجراد ستفكر منها في الشمس يلمع يعمل كونتاك وتاني تفشش وتمشي جديد وخد أدارة سعيدة حمد أصرت تجيب برا طيب. أنا ما دابع يمكن ساعة ونص الشغلة دي السيانة ملن نشتك ماشي وين كده كان سألتك بدل تشيل الجناح بحاجة شيل حاجة قدر بدرتك لكن ما شد انتباهي احتمادك عليه رقبتك كان بنصك بشجاعة في سبيل توفير لقمتك تستحق من الإشادة اني شد بك في حضرتك النهار والليل مكافحي وعارفي كيف انت ملي وقتك بدل تشيل الجناح بحاجة شيل حاجة قدر بدرتك في عيونك كبرت جدا وفلت في العمل اعتبرتك زي سليمان ابتسمت بالغ حكمته لما شفتك النسيم الجاي هاب يا مكم داعب صفيحتك والجناح الفيخ شامك مره مره يقع يكنتك بدل تشيل الجناح بحاله شيل حاجه قدر قدرتك منظرك اداني راحه حلوه في اثناء مشيتك فت بكل المحطات في مرور هدفك حفرتك المثير للدهشة أكثر لما جاتك عانى أختك حين كان إصرارك أكبر من تجيفي تعيني تحتك بدل تشيل جناح بحاجة شيل حاجة قدر قدرتك كم علي بذلا بذلته والنشاط فيك حسدتك يا أريت لو كل عاطل يبقى زيي في حردتك العمل تأخيره للغد ما هو في جدول خدمتك وبطل مما زادني دهشة ماك ما قصيري في راتبتي بدل تشيل الجناح بحال شيل حاجة قدر قدرتي طالما الخالقنا واحد مذنب ابقى لو احتغرتك فوقك الغنيت وكل حق يقال له الحق شكرتك بعد ما انجزت المهمة ألف مبروك الله بختك منك بغرام ماني حاسد عافي بعدك ما تركتك بدل تشيل الجناح بحال وشيل حاجة قدر قدرتك طاقة في قدك وجهادك التفاول من خبرتك لا محالة لا محالة كتلي رغم جولك دوب صغرتك الكسل من دالة جهتك من حماسك راح مفرتك ثمرت إخلاصك في عملك جاب بشاير خير مسيرتك بدل تشيل جناح بحاجة شيل حاجة قدر قدرتك احترام احترام نفسك لنفسك كل خلاني احترمتك واحترام الثاني ليك لاهتمامك بهويتك
من سماحك انك انت شايل امه علينا فخذك. واللي داير اقوله خيرا عيني بارد اذا سحرت. يا سلام. واللي داير اقوله عيني بارد عيني بارد اذا سحرت. شكرا جزيلا ابونا الاستاذ والشاعر محمد جيب الله كدكي. شكرا. الله يديك العافيه. تسلم يا اخي وربنا يخليك لنا ويقدر رزقك. وكان نتمنى انه يكون الوقت اطول من كده. وهنا بنعمل حلقه خاصه اي حتى انه الواحد يتفشى. نبدا نتفشى ان شاء الله قريب قريب ان شاء الله معي انا ذاتي ان شاء الله بنعمل. تسلم يا رب. ربنا يمتعك بالصحه والعافيه. الله يخليكم يا اولاد. انتم وراكم جنود مجهودين. الناس بيشوفوا الشغلات دي في التلفزيونات وعلى الشاشه البلوريه حاجه سهله لكن ما عارفين من وراء. صحيح. جنود بيشقوا بيتعبوا ويتحركوا. جاي يتحركوا جاي لهم التحايا جميعا والله. تسلم والله. وانا التحايا تمتد لكل التيم العامل اللي بحييكم لكل المشاهدين على امتداد بث قناة الشروق الفضائية لحسن المتابعة والإنصات. خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل وما حنمشي بعيد من الشمالية. حنختم بتراث نوبي ولقدام بنتلاقى إن شاء الله يوم الاثنين. خلوا بالكم من روحكم وإن شاء الله يومكم كله سعادة وضحك. السلام عليكم. لا إله إلا الله غالي يا محمد يا رسول الله. لا إله إلا الله صلكم إسكم محمد يا رسول الله. وصفين أي قدين واسي أصل صندقية وصفين أي قدين واسي. وسين دناي قماني ناي قدنوسي نغو نوكين قدام غفاي تفرتيريني. وسفين اي قدنوسي أصل صندريا وسفين اي قدنوسي. وسين دناي قماني ناي قدنوسي نغو نوكين قدام غفاية تفرتيريني. أمي قرمي غزم مجي نورنا دممتنا النبي لما في الرفي نورنا دممتنا. وصفان قصكم انجيتو نور السلام دام جيبا ورويكا نجيشو نور السلام دامي. مجر من غسم جي نورنا دممنا وما في الرفي نورنا دممنا. وصفان قصكو من جيتو نوري سلام دام يوبا ورويك تنجيشو نوري سلام دامي. ولما منوكينا سكري توركي ولما منوكينا. سكري توركي ولما منوكينا تنظر بخور ولما منوكينا. سكري توركي ولما منوكينا صندل بخور ولما منوكينجا. سكي راي توركي ولما منوكينجا كرقل شركة كاكي ولما منوكينجا. سكي راي توركي ولما منوكينجا صندل بخور ولما منوكينجا. سير ولا تك دم ويو يو محمد نجهي يا قمر نمي سفينة لي. سير ولا تك دم ويو يو محمد نجهي يا قمر نمي سفينة لي. سير
ولا جيك جتمي وهاني بديواني لا يرون جيك جيك ان ديواني قرقدوناني ولا دكا تمي بويو يو محمد محمد هي يا زمر نمي سفيناني ولا جيك تمي وهاني بديواني لا يرون جيك جيك ان ديواني قرقدوناني يرون جيك جيك ان ديواني قرقدوناني كمبونا كرتواني كرقدوناني اوني رونجي جيكان تيواني كرقدوناني كمبونا كرتواني كرقدوناني إلينا لا إله إلا الله غالي يا محمد يا رسول الله لا إله إلا الله صلّكم إسكم محمد يا رسول الله لا إله إلا الله غالي يا محمد يا رسول الله